يمكن ده أستاذة فريدة يعني استكمالا لكلام حضرتك، الترجم في مشروع بيستهدف 55 مليون مواطن، مشروع زي ده يمكن ده استكمالا للفكرة اللي حضرتك كنت لسه هتطرحيها، وهو مشروع تطوير الريف المصري والقرى بشكل عام. إزاي المشروع ده هيغير شكل الريف المصري والقرى بشكل عام؟ هيغيروا، لانه اولا هيبتدي بالبنيه الاساسيه، يعني هيبقى فيه صرف صحي، هيبقى فيه مياه عذبه، هيبقى فيه طرق، هيبقى فيه بيوت محترمه، هيبقى فيه يعني بيئه ممكن الانسان يعيش فيها. احنا شفنا زي ما شفنا في العشوائيات كانت الظروف ازاي، وبعدين في نفس الوقت هيبقى فيه تعليم، هيبقى فيه عنايه صحيه، هيبقى فيه يعني اهتمام بالصناعات الخاصة بكل قرية. خدي بالك ان في قرى بيبقى عندها خصوصية فيما يتعلق بتقدمها، لكن ما فيش امكانية وما فيش متابعة. هو احسن حاجة بيعملها الرئيس السيسي النهاردة انه لما بينفذ، لما بيقول على مشروع وبينفذه هو بيتابعه بنفسه وبيخلي كل الفريق اللي معاه بيتابعه. صحيح. يعني انت النهاردة في الريف مثلا عندك في جهود بين وزارة الإسكان ووزارة الصحة ووزارة التخطيط ووزارة التنمية المحلية، يعني مليون، كل مؤسسات الدولة والهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة، يعني كل الوزارات وكل مكونات المجتمع المصري بتتابع ما يحدث وما يريد الرئيس السيسي أن ينفذه، وهو النهوض بالريف المصري ونقله نقلة حضارية تليق بمصر من ظروف مهينة وغير أدمية وبتحرض وكلام على حضرتك الهجرة كمان أستاذة فريدة، الهجرة حتى غير الشرعية. صحيح كلام حضرتك. كمان عن المتابعة الدورية للمشروعات دي، المتابعة الدورية لهذه المشروعات لا يقف عند حد تسليم هذه المشروعات للأهالي بشكل أو بآخر، المتابعة بتكون كمان بعد سنين من تسليم هذه القرى أو تطويرها. لا، المتابعة دي حاجة بيتميز بها الرئيس السيسي. هو بصي النهاردة مثلا أنت كنت لسه بتتكلمي عن متابعته لطريق مشترط ده، يعني هو ما بيعرفش، انا بيتهيألي ما بينامش وبيتهيألي ما بياخدش اجازات، فده رئيس بيتابع، يعني بيقول على الحاجه ويشوف تنفيذها ويسهر على اهميه تنفيذها. وزي ما قال حتى المؤسسات اللي هي المهمه جدا بالنسبه لتطوير القرى المصريه والنهوض بالريف المصري ونقله نقلة يعني فعلا حضارية كان محتاج لها، كل ده بيتم وهو بيتابعه، وبيتم زي ما بقولك، يعني هو في نوع من التعبئة العامة كده، زي ما نكون في حرب ضد التخلف وضد الظروف المهينة اللي كان فيها القرى عايشة في وضع غير إنساني ولا يليق بمصر. فالنهاردة الراجل ده كل حاجة بيقولها نبيلة وإنسانية وكريمة، يعني شوفي حتى الاختيار حياة كريمة. صحيح. لأنه ده يستحق الريف المصري. صحيح. لكن زي ما بقولك يعني في النهاردة فرحة غير معقولة. صحيح. في وسط القرى المصرية، والشباب متحمس جدا إن هو ياخد نصيبه في المسؤولية، زي ما قال الرئيس إن هم يبتدوا يحفروا مع المؤسسات الرسمية ويقولوا اللي عندهم ايه ويناقشوا. على فكره ده طيب قمه أستاذة الديمقراطيه. استاذه فريده، الفرحه ان الفلاحين، الفرحه من قبل الشباب والمزارعين المصريين وغيرهم، خروج ربما النتائج بما يتحقق مع اهداف المبادره دي على هذا النهج، يجعلنا نتساءل هذا التنسيق والتعاون بين الحكومة، المجتمع المدني، المجتمع المحلي أيضا، إلى أي مدى هذا التنسيق هو اللي بيوصل لهذه النتائج وبينم عن التزام بجداول زمنية محددة، ينم عن رغبة في خروج بهذه النتائج اللي زي ما حضرتك تفضلتي وذكرتي تليق بالمواطن المصري وتوفر للمواطن المصري هذه الحياة الكريمة التي دائما ما يسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيقها للمواطن المصري. يعني الرئيس بيسعى لتحقيقها للمواطن المصري، والمواطن المصري بيتوق الى تحقيقها. فالنهارده لما يلاقي رئيس يعني
بيديله ودانه وسامع انينه وسامع يعني عذابه من ظروفه، فطبعا بيتحمس وبيحس ان في جديه في النهوض باوضاعه، وده بيخليهم في منتهى الحماسه، وده اللي احنا شايفينه النهارده، لانه دايما الشعب بيبقى يعني 100% مع القياده الامينه والقياده المهتمه بيه فعلا، والقياده اللي هي بتحقق له الحياه الادميه الكريمه. يعني علشان كده كل الناس متحمسه للمشروع، وكل الناس مؤمنه بيه، وكل حتى يعني احنا سكان المدن يعني اللي احنا بعيد، احنا حاسين بان دي نقله في منتهى الاهميه بالنسبه لوطننا. لانه لما نبقى يعني يدين ذراعين بنشتغل، صحيح، غير لما نبقى ذراع واحد. والريف ده قوه عظيمه وحضاره عظيمه ايضا، بس يعني للاسف تراكم الاهمال وتراكم التجاهل وتراكم يعني عدم الاعتبار بانه حتى دول مصريين ادى الى انهم في ظروف سيئه جدا. طيب.